نيكولاس غونزاليز حان الوقت للاحتفال هكذا قالها رودريغو وهكذا ثبتها غونزاليز ليسجل المنتخب الأرجنتيني الهدف الأول بعد التمريرة مميزة كانت هنا إلى الطرف الأيمن عن طريق رودريغو أخذ ديبول تقدم وعرف كرة مثالية باتجاه نيكولاس الذي أنهاها في الشباك والكار فارينيز فحان الوقت للاحتفال بالنسبة للاعب المنتخب الأرجنتيني رفقة الجماهير الأرجنتينية هنا في ملعب لا بومبونيرا بكرة بعد عرضية مثالية بعد عرضية كانت مميزة للغاية خذها يا نيكولاس السجل الأول وسجل الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني